بسم الله الحمد لله ولا إله إلا هو. قول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. يا سلام، وحنا من يشبعوش من خير الله. وقال السيد موسى عليه السلام اللي كونه محتاج في الحالة ديك اللي هو غريب في بلاد سيدنا شعيب عليه السلام، قال وراني أنا فقير جدا لعطائك يا رب. هو لم يعلم أن بين لحظة وأخرى سيعطيه المولى ما لم يكن بعثمانه، سيطمئنه سيدنا شعيب عليه السلام أما أنت من قوم الظالمين، وسيزوج لم نكن عهد له عهد بالزواج بخيرة النساء التي أتته على حالة الحياة من رب الأرض والسماء، وحياة من خاطبه الله عيانا ولكن لم يره، وهو سيدنا موسى عليه السلام. سيصبح في قريب العاجل زوجا لها، زوجا له كل القبول عند رب القبول للدعاء، ولكن على استحياء هذه المرأة، وعلى كل استحياء نساؤكم أشباه النساء وغلبهن يتميزن بقلة الحياء ويتميزن بمناخسة بنات الهوى، ومن كان من هذا القبيل سواه يهوي في الجحيم، ولن تبقي عليه لا أرض ولا سماء. نسأل الله حسن الختام لنا ولمن أراد لنفسه أن يعتق نفسه من قبضة الإنس والجن. والسلام يا أهل السلام من السلام سبحانه وتعالى.